تم بحمد الله ورعايته افتتاح معرض لابتوب هوم للأجهزة الخلوية والكمبيوترات واللابتوب. لابتوب هوم قسم خاص لصيانة الأجهزة الخلوية واللابتوبات والتابلت والكمبيوتر. أسعار مناسبة للجميع وإكسسوارات لجميع أنواع اللابتوب والكمبيوتر وزاوية خاصة للآيباد بأسعار مناسبة. وبمناسبة الافتتاح العرض الأول جهاز تابلت نوفو معالج 1500 دول كور، رامات 1 جيجا، ذاكرة داخلية 8 جيجا زائد بيت حماية وسماعات أذن ولصقة حماية فقط ب 350 شيكل. العرض الثاني كيبورد وماوس وسماعة أذن وحاضنة زائد كرت جوال ب 10 شيكل فقط ب 49 شيكل. لابتوب هوم طول كرم عمارة الأعرج مقابل مكتبة خوسو 0926823663 جهاد 0599228684 أنس 0569971241.